حضور العديد من الفاعلين المحليين والنشطاء في المجتمع المدني. تم تنظيم منتدى التشخيص التشاركي لجماعة بن قريب أجل التشاور حول برنامج عمل الجماعة بين سنوات 2022 و 2027، وذلك انسجاما مع الشعار الذي اخترناه بمناسبة الانطلاقة الرسمية لبرنامج عمل الجماعة، جماعة الغد، جماعة الاقتصاد المعرفي والذكاء الرقمي والترابي. بالأكيد بأنه منتدى ناجح، لأننا اعتمدنا فيه مقاربة تشاركية مع ساكنة بن قرير، يعني تجميع المقترحات، تجميع يعني واحد الفكرة واضحة على جميع المشاكل التي تواجه الساكنة. هذا الشيء كله من أجل بلورة واحد الوثيقة اللي هي برنامج عمل الجماعة، اللي أكيد غادي نشتغلوا عليه واللي غادي يكون بوصلة كما قلت قبل، ويعني واحد المحطة مفصلية اللي غادي تبين التوجهات اللي غادي فيها المجلس الجماعي من أجل تحقيق وإنجاز واحد المجموعة من المشاريع اللي كتهم انتظارات الساكن. التحولات اللي كتعرفها مدينة بن قرير على جميع الأصعدة بحسب المسؤول الترابي الأول بالإقليم عزيز بوينيان لا يمكن أن يتم حجبها، لكن لا تزال هناك إكراهات لابد من تضافر جهود لأجل التغلب عليها. احنا عارفين أنه أكيد التحول اللي كتعرف مدينة بن قرير يسوسيت واحد، يعني بزاف الناس كيقول لك خدا غادي نتقدم ولكن مازال عندنا شي حوايج تجرنا اللور. عندنا المدينة الذكية ولكن عندنا مازال الكروسة في الدور. عندنا سميتو المدينة المتعلمة ولكن مازال عندنا مشاكل في التعليم وفي قطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع ما كان احنا ماشي استثناء في هذه المسائل هذه على ما يقع في اللقاء كان مناسبة لطرح الاقتراحات والأفكار أجل مساعدة الجماعة في تحديد الأولويات القادمة. الشروط يكون الوجه المتكافئ والمتساوي لجميع الفئات، اللي ديبلومي واللي نون ديبلومي، خاص الناس يلقاو الحق في الشغل، وملي كيتضمن الحق في الشغل كيتضمن الحق في العيش الكريم. احنا اليوم في مرحله ديال التشخيص التشاركي، وعبرنا على ان لا يمكن ان يستقيم الحال ونحن نقوم بمرحله التخطيط الترابي دون ان نقوم بتقييم التجارب السابقه، وايضا لا يمكن ان يكون اي هناك نموذج لبرنامج عمل الجماعه دون ان يكون يراعي في مبادئه ومرتكزاته ان تكون هذه المدينه آمنة دامجة ولوجة ومستدامة وقادرة على الصمود أمام التحديات والإكراهات اللي ممكن يتعرض لها المدينة لا قدر الله أو بلادنا في أي لحظة. بغينا معاهد ديال البناء في مجال البناء هادو والأشغال العمومية، علاش ولادنا كيمشيو يقراو في مدارس في السطات ولا في مناطق أخرى، ولا بغينا في المجال الفلاحي المنطقة معروفة بالفلاحة. متدخلون خلال هذا المنتدى كدوا على أهمية التخطيط الاستراتيجي التشاركي في تحقيق التنمية المحلية، داعين إلى التحديد الجيد للحاجيات التنموية للمدينة مع اقتراح مشاريع ذات أولوية بالنسبة للسكان المحليين. النقاش كله صب في اتجاه أن الشباب اليوم محتاج أنه يأخذ واحد الفرصة، وأن المجلس الجماعي محتاج أنه ينفتح بشكل كبير على هاد الشباب باش على الأقل يعبروا على أفكارهم ويعطيوا مفجوعتهم من قدرات ومهارات اللي ممكن أننا نستفدوا منها احنا كمجلس وتستفد منها المدينة. الورشات الأربع للمنتدى عرفت نقاش جاد وهادف حول مختلف الإشكالات اللي كتعرفها مدينة بن قرير، وكان فرصة للتداول في الحلول الممكنة في مجالات التهيئة والبنية التحتية. أهم ما كان فيه هو النقاش يعني تمحور حول مسألة ديال إشكالات الصرف الصحي واد بوشان وتهيئة الجنبات ديالو وحماية مدينة بن جرير من الفيضانات. بطبيعة الحال إشكالات ديال التعمير فيما يتعلق بتصميم التهيئة وإعداد ديالو مستقبلا إن شاء الله خاص يراعي مجموعة من الأخطاء والمشاكل اللي وقعات في التصميم ديال 2015 بأنها ما تعاودش تكرر. وبطبيعة الحال كان مجموعة
من المداخلات الاخوان اللي طرحوا فيها مجموعه من المشاكل كتعلق بالاحياء اللي في اعاده الهيكله اللي خاص تحل فيها مشاكل ديال التعمير بما يتعلق بالبناء والتجزئه طرح مجموعه من المواضيع والاشكالات التي ينتظر المجتمع المدني من مجلس الجماعه اخذها بعين الاعتبار في وضع برنامج العمل خاصه التي تتعلق بالتعليم والصحه. هذا الورش الخاص بالمرفق العمومي وطرحنا يعني مجموع المشاكل اللي كنعانيوها خاصة من قطاع الصحة ولكن وقفت بشكل خاص على القطاع ديال التعليم وما نعانيه طبعا هو مشكلة راهية وطنيا ولكن ما نعانيه على مستوى المحلي من اكتضاض على مستوى المؤسسات العمومية بالابتدائي والإعدادي والثانوي وهذا الاكتضاض اللي هو يعود إلى قلة يعني ملي كنهضر على الوعاء العقاري يعني لم يخصص بشكل كافي للمرفق العمومي الخاص بالمؤسسات التعليمية بدورها هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لتشكيلات مختلف فعاليات المدينة كانت حاضرة في المنتدى لتدلي بآرائها واقتراحاتها برنامج العمل لجماعة بن قرير. الاستماع ديال جميع الاعضاء ديال الهيئه للمشاكل اللي طرحتها الساكنه وبالدور ديالهم دلو بالدلو ديالهم بمجموعه من المشاكل اللي ملمين بها دلو بها حتى هما الناس اللي هما استمعوا لهم واللي غادي يدار الحمد لله في برنامج عمل الجماعه وشكرا.